دخلت حضرتك بتكتب 1 2 طول عمرك منظم ولا المهنة الجديدة؟ لا 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 لا، طول عمري الحمد لله رب العالمين، وكانت دايما نواة المحاضرات بتاعتي. طبعا طبعا. كنت طالب متفوق يا فندم؟ كنت متفوق. ايه اكتر مادة كنت بتحبها؟ اكتر مادة كنت بحبها التاريخ. التاريخ، التاريخ في التاريخ فيه عبارة عن سجل الإنسانية بكل ما تعني الكلمة ديت. يعني ممكن تبقى حتى لو قالت الناس إن هو تزييف للتاريخ، الموضوع عبارة عن واقع الزيف اللي كان موجود في العصر اللي كتب فيه التاريخ، حتى لو كان ده، فهو تاريخ التزييف في التاريخ. تفتكر إحنا في وقت دلوقتي نقدر نكتب التاريخ بصدق؟ ممكن نكتب التاريخ بصدق، أصل هو برضو عشان نكون منصفين، كل واحد هيقرأ ويبقى عايز يكتب التاريخ من وجهة نظره. يعني أنا ليه هيبقى ليا منظور وغيري هيبقى ليه منظور، بس يا ترى مين بقى اللي هو ممكن يكون منظوره عام ومنصف وأمين عشان ما يكتبش لا يجامل ولا يظلم برضو؟ يعني هل حضرتك دلوقتي تقدر تقولي تاريخ 8 سنين شايفه إزاي؟ لو هكتبه في كتاب التاريخ 8 سنين اللي فاتوا ولا 8 سنين ايه اللي فاتوا اللي فاتوا، هل نقدر دلوقتي مثلا نكتبها في التاريخ ولا لازم نستنى شويه؟ احنا ممكن نكتب يعني كتابه اوليه للاحداث بتجرد شديد، ونجيب ناس متخصصه في الموضوع ده، ما يكونش توجهاتها غالبه على كتابتها. حضرتك كنت في المدرسه وبتحب التاريخ، كنت حاسس انك هتبقى موجود في التاريخ ده في يوم من الايام؟ أنا عمري ما دورت على التاريخ. ليه؟ شوفي، أنا التاريخ عندي هو اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. ده التاريخ بتاعي، لأن أنا ممكن أبقى ناجح جدا جدا والتاريخ يكتب عني عبارات جميلة ورائعة وخلت زي ما بيقولوا يعني، وأنا أكون مش كسبان مع ربنا. هو ده الحاجة الوحيدة اللي طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يقدر، يعني هو مطلع على الأسرار وعلى النوايا وعلى الظروف، وبالتالي هو حكمه هيبقى مطلق في العدالة والرحمة وكل حاجة. وبالتالي إذا كنا بنتكلم كلام بجد، كلام بجد، ده التاريخ بتاعنا. لا لا، أنا ما بفكرش في النقطة دي خالص، مش عايز أي حد يفتكرني غير بأن أنا كنت إنسان حاولت. إيه السيرة اللي حضرتك تحب دايما؟ إن هو اجتهد وحاول يحافظ على بلده ويحمي شعبه، أو يحمي أهله، بلاش شعبه دي، وناسه في ظروف صعبة بس، والسيرة تبقى هي دي. ده كده عظيم، ده عظيم جدا. هو أنا ديك الساعة لما أنا أبقى أخد شرف إن أنا حميت بلدي وأهلي وناسي من ظروف صعبة، ده حاجة عظيمة جدا. لا بس تحب تقول مثلا لو كلمة السيسي قال الإنسان، يعني عمرك ما حلمت برئيس جمهورية؟ لا أنا ما حلمتش إن أنا في أحلام يقظة إن أنا أبقى رئيس. لا أمال يعني صعب ان انا اقول، يعني مهندس دكتور؟ لا انا كنت نفسي ابقى ضابط طيار. عشان كده حضرتك دخلت ثانويه جويه؟ سنه 70. مين يعني ازاي دخلتها؟ يعني ايه ادخل ثانويه؟ يعني ازاي قررت؟ الاول كان ساعتها في اعقاب حرب 67، وكانت الخسائر بتاعتنا في مصر في الوقت ده في القوات الجويه كبيره، حتى البشريه. وبالتالي يعني أنا كنت طبعا سنة 70 يعني مخلص الإعدادية تقريبا يعني. بس واحد في إعدادي يحس بالحاجات دي؟ والله أنا مش لوحدي، ده كان في ناس كتير موجودة. طبعا البلد كانت محتاجة وقتها كتير، لأنها كانت بتعيش فترة قاسية جدا، من أتصور من أقصى الفترات اللي مرت على مصر. مين أول حد قلت له أنا عايز أدخل ثانوية جوية؟ مين أول واحد بتقول له كنت بتشاركه؟ هو يعني الوالد، الأم، الوالد كصاحب قرار، والأم كمستشارة وكحكيمة وصاحبة رأي ورشد عجيب. ياه، فهم دي طبعا أثرت فيك إزاي؟ ياه، يعني ساعتها لما قلت لها عملت إيه؟ خافت عليك؟ قالت لك إيه؟ الوقت اللي احنا كنا فيه زمان غير الوقت بتاع دلوقتي. إيه الفرق؟ الأهالي دلوقتي بتبقى خايفة على ولادها أكتر من اللازم. من اللي بيشوفوه يمكن حضرتك؟ لا لا، ما هو اللي بيشوف ما فيش مجتمع في عصره اللي ما بيبقى فيه اشكاليات وتحديات. ما خلي بالكم يعني،
لكن الفكرة كلها إن كان زمان الأسرة ما كانتش بتخاف قوي على أبنائها بالطريقة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. صحيح. ازاي الطريقة؟ يعني والدتك كانت خايفة عليك ازاي ساعتها؟ لا يعني الخوف مش الأم. لا لا لا. يعني الخوف اللي هو الطبيعي مش الخوف المبالغ فيه. انا شايف ان احيانا دلوقتي احنا بقينا خايفين على ابنائنا وبناتنا بشكل مبالغ فيه، وبنقول تحت مبررات بقى ان الظروف اللي احنا فيها والزمن اللي احنا فيه لا كل زمن بيبقى ليه مفرداته وتحدياته، والناس اللي بتعيشه المفروض يعني تبقى فاهمه ان وقتنا كان فيه تحديات وكان فيه برضو مخاوف، لكن كانت الأهالي أكثر اطمئنانا على أبنائها وبناتها من الوقت اللي احنا فيه ده. فوالدتك ساعتها ما قلت لها هدخل في زواج؟ ايه الحكمة والرشد اللي حسيتك بتقولهم بشكل طبعا طبعا. يعني أنا يعني احنا من حي شعبي، حي بسيط قوي والناس اللي فيها بسيطة جدا ومختلفين، لكن قلبهم طيب يعني قلبهم طيب قوي. لكن هي كانت على علاقة طيبة بالجميع. علاقتها بيك كانت ازاي؟ بينا بينا كلنا، انا واخواتي كلنا، لكن هي كانت انا ليا في معاها وقت كل يوم كل يومين تحدثني وتتكلم معايا وتاخد وتدي وتشرح لي وتقول لي، ودايما كان يعني احنا طبعا الناس مش اسر متدينه. التدين اللي انتم بتشوفوه في دلوقتي لا 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 لا، التدين المصري الطبيعي. التدين ان هم ناس بتصلي وبتصوم وبتاع وخلاص، بس الحلال والحرام والعيب كان غالب. العيب ده ما يصحش، ده ما تتكلمش في احد، ما تظلمش، ما تاخدش حاجة مش بتاعتك. بتفتكر كل كلامها دلوقتي وحضرتك موجود في المكان ده في الكرسي ده؟ لما التحديات تزيد والمخاوف تكتر طبعا. ممكن كأنك بتسألها كأنه بتحس لو هي موجودة هي حطت إيه؟ شوفي كل أم وكل أب، وده أمر مهم أوي إن احنا نقوله دلوقتي، يبقوا عارفين إن أبنائهم عبارة عن في فترة طفولتهم ولغاية لما يكبروا هم بيتصوروا إن هم ما يخلوش منهم حاجة، لا هم خدوا، بس الحاجة دي بتبقى الشباب شابة أو شابة عنفوانهم بيغطي اللي شربوه في البيت وبقى طبعا. وبعد كده لما تستقر الأمور يطلع اللي هم خدوه، لو خدوا طيب بيطلع طيب، ولو خدوا مش طيب بيطلع مش طيب. كانت فخورة بيك في المرحلة الأخيرة ولا خافت بقى ساعتها؟ يعني وانت صغير ما خافتش لما خدت القرار ده؟ شوفي هي دايما تقول لي الله يرحمها هتقول لي ايه، انت مخلص فما تخافش. مين اللي اثر فيك قوي في حياتك وانت ما بتمشي في الطريق ده دلوقتي تقول انا كان مأثر فيا فعلا؟ اكتر شخصية انا اشوف ان هي اتأثرت بيها كان عمي الكبير ليه؟ عمي محمود اللي هو توفى من زمان قوي الله يرحمه، من اكتر من 45 سنه كمان. انا طبعا وانا 6 سنين شفته. ايه اللي اثر فيك؟ لا قصه تانية خالص. الراجل رغم كل بساطته لكن معطاء شديد العطاء، الايثار اللي كان عنده كان عجيب، وكان يحب يفيد الناس ويحب يساعد الناس وكان ما بيغلطش في الكلام ابدا، رغم انه انسان بسيط يعني ما خدش حظ كبير من التعليم. ايه الحاجه اللي اتعلمتها منه وماشي بيها؟ الحاجه اللي اتعلمتها منه يعني اذا كان ده موجود، يعني اذا كانت موجوده عندي، يعني هو العطاء بلا مقابل، مش عايز حاجه بيعمل وخلاص. هو كان بيعمل كده. حضرتك فعلا ممكن بني ادم مش عايز حاجه؟ طبعا. في ازاي حضرتك يعني هقول لحضرتك بس مثال، حتى انه مثلا اللي بتعمله ده كله عايز بس انه الناس تقدر تحس بيه، مش فارق معاك؟ يعني بدون شك ان محبة الناس وتقديرها ما حدش يقدر يقول انه يعني يبقى بيظلم نفسه لو قال كده او مش صادق،
لا طبعا، انما في حد بيبقى عايز حاجه اكتر من كده، اكتر من الناس، عايزك اكتر من الناس. واللي هقوله مش مبالغ فيه والله، رب الناس. ممكن الاخلاص يخلي حضرتك مش فارق معاك شعبيتك، بمعنى مش فارق معاك هيحبوني دلوقتي، بس انا عارف ان القرار ده لصالح البلد دي او لصالح المواطنين دول، حاجه شايفه قدام، ومش مهم دلوقتي يكون احساسهم بيك بيتغير احيانا الاسعار نتكلم فيها الحاجات اللي هي. هل حضرتك همك شعبيتك ولا مش دي، في حاجه اهم؟ يعني انا هقول ان الشعبيه او يعني حب الذات، يعني عايز دايما يلاقي بريق المحبه في عيون كل الناس. حضرتك لقيته بشكل كان جبار، فطبعا يعني 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 المحافظه عليه بقى، او تحس انه انا عايز اللحظه. هو ما جاش بان انت كنت بتتحركي عشان تحصلي على شعبيه، انت اتحركتي لقيتي ان الموقف محتاج مننا ان احنا نتحرك لاجل الناس دي كلها، نحافظ عليها وما يحصلش حاجه. وكنت بتراهن على الشعب حضرتك في الوقت ده؟ شوفي، مش ممكن يتجمعوا كده الا اذا كان في حاجه كبيره قوي جواهم جمعتهم بالطريقه دي. وهنا هنقول كلمتين، مره يوم 30، وبعدين 1 و2 ويوم 3 7، وبعدين مره كمان يوم 24 7. 24/7 ده كان يعني، حتى لو كان اللي قبل كده كان مترتب، ده قبلها بيومين الطلب انزلوا من فضلكم، عشان كان الهدف التفويض ده هو اعطاء رساله للعالم كله ان في شعب في مصر، الشعب ده ليه راي وليه اراده. واذا كنتوا انتوا من فتره 3/7 لغايه يوم 24 حصلت احداث كتير قوي، بس الناس يمكن تكون احداث كتير جدا في البلد، كتير جدا، وبالتالي الناس بره وجوه، حد زي كان عايز يشوه الواقع اللي هي حكايه مصر، عايز يخليها انها مش حكايه مصر، دي حكايه عبد الفتاح، هي حكايه مصر مش حكايتي. ما كانش في مؤامره ابدا، عظمه المؤامره، شوفي بقى، شوفي حنكه المؤامره، اللي ما كانش في مؤامره خالص خالص. وبالمناسبه هتفضل رد الشعب في اي دوله مش في مصر بس هي الحجم، لما تحتشد ورا شيء لابد الكل يستجيب. كان المفروض يستجيبوا، لكن واضح ان هم ما كانوش قادرين، يعني فكرهم ما عندوش استعداد، لا ما عندوش استعداد، وبالتالي اصطدم. بالمناسبه هو يصطدم مع نفسه مش مع الناس بس، الفكر ده يصطدم مع نفسه بدليل كده، لان هم طبعا شوفي، وده كلام ارجو يعني يتفهم كويس، التاريخ لا، ان موضوع العقائد في الحكم هيبقى كل واحد حسب درجه فهمه للدين، ودرجة وحجم الاعتقاد اللي جواه، حجم التقى اللي جواه. فبما ان انا طبعا انا يعني مش هشرب كوبايه الماء ده عشان خايف، في حد تاني ممكن يشربها، هنختلف بقى مع اللي ممكن يشربها وانا اللي مش هقدر اشربها، عشان انا شايف ان كده يعني حرام وحلال. ففي قضيه خطيره جدا جدا، فلما تبقى دي الكتله اللي بتحكم هتختلف وهتتشرذم مع الوقت، مسألة وقت بس. أتمنى حضرتك يبقى زي ما حضرتك قلت زمان، كان الدين حاجة تانية، كان في اختلاف. والله أنا أنا الحي اللي كنت فيه حي ثري جدا. حي الأزهر ده هتلاقي هنا المسجد الأزهر الجامع، وهنا الحسين، وتحت بقى في شارع المعز مساجد أخرى كثيرة جدا، بتنزلي شوية كمان أكتر تروح للسيدة زينب. في وسط الكتلة دي كلها بالكامل الناس كانت عايشة، وما فيش أبدا فهم ولا ممارسة مبنية على أساس ديني، وأنا مش ببالغ، أنا عشت شفت الكلام، عادات وتقاليد عادي خالص خالص يعني. وأنا قلت الكلام ده قبل كده، يعني الجيران اللي هنا مسيحيين، وانا ما بحبش اقول التعبير ده مسيحي ويهودي، بس عشان من كتر ما بنقول، لكن عشان نشرح بس. لا طبعا، كل الاحترام، الاحترام طبعا. عم فلان، عم ايه بقى؟ عم محرز، عم زكي، عم فؤاد، عم كده، عم حلمي كده، عم
ما يتقالش غير كده. اه طبعا، ولا في اي شكل من الاشكال. حتى ما كانتش يعني حاضره عندنا عشان اقول انها كانوا بيقولوا ما تعملوش كده. لا، احنا كنا بنعيش حياتنا وحياتنا كانت كده للاسف يعني. فحضرتك نمت بقى يوميها ولا عملت ايه؟ يوم ال 3/7 بالليل يعني. فضفضت لمين؟ قلت لمين كده ادعي لي خليك جنبي؟ سالت مين؟ والله والله في المواضيع ديت انا بكلم فيها ربنا بس. لان هو اللي مطلع على اللي احنا بنعمله، لان ممكن ناس تقراه بشكل وتفهمه بشكل انه طمع في سلطه او مؤامره او انه سوء تقدير حتى. لكن ربنا سبحانه وتعالى المفردات كلها بظروفها، حتى بظروف انا كانسان، كانسان فهمي كانسان، هو مطلع عليه فبكلمه هو. قلت له ايه؟ مش قصدي بس اقول له. قلت له ايه؟ واكلمه وكل وقت. طبعا. طبعا. قلت له ايه يعني اعمل كده ولا لا ولا اديني يعني لا بعدها بقى مش كده؟ بعدها. بعدها احنا القرار هناخده. فما نمناش او نمت حضرتك؟ طبعا نمت. طبعا. يا نمت بدري؟ لا مش بدري، انا ما نمش بدري قوي يعني. لا الساعه كام؟ يعني 11 12 واحده كده. ما نمتش بدري؟ تمام. والقرار معانا؟ القرار مرتبط برد فعلهم، عشان كده بقول من ان ما كانش فيهم امر خالص، وكنا حريصين على ان الامور تنتهي بسلام ويبقى في دوره سياسيه جديده. دوره سياسيه جديده يعني ايه؟ يعني نجرب تاني كلنا، وتاخد انت نصيبك من خلال الراي العام هيقبل ايه منك ويرفض ايه منك. انا اتصور لو كانوا هم كانوا عندهم ناس بتقدر الموقف كويس، كان يجدوا ان افضل مخرج للازمه اللي احنا فيها دي كانت انتخابات رئاسيه مبكره بمنتهى الموضوعيه والقبول والبساطه، ونسيب الناس تحكم. احنا بنقول ان الناس بتاعت الناس اللي بيحصل ده مؤامره كويس. طب ما هو الاختبار هيحاكد اذا كان ده مؤامره ولا اراده الشعب، مش كده؟ طب اعمل انتخابات جديده. لو انت الناس جابتك تاني هيبقى رد على كل الناس، مش كده برضو؟ طب لو ما جابتش يبقى خلاص ده رغبته، وانا بس انا بقيت مشارك في الحكم وليا تجربه وليا مصداقيه. خلاص لان لا ليا مصداقيه ان هو لما الناس قالت لا انا تجاوبت. ده ما حصلش. على اي اساس حضرتك بتختار الناس اللي هي بتمثل الدوله وتمسك؟ ايه الاساس بتاع حكمك للشخص؟ هل الشطاره، الثقه، الكفاءة؟ هي الحقيقة يعني أنا كنت أتمنى أن دايما المجموعة الحاجات اللي هقول لحضرتك عليها دي هي دي اللي تبقى الأساس والمعيار في الاختيار. اللي هو أول حاجة لازم يكون يعني حجم من القيم مناسب، يعني أخلاق، انضباط، نظافة اليد. طبعا يكون ماهر يعني شاطر كفء، لان مش اذا وقت الامر لغير اهله تبقى فيه خراب يعني. ثم طبعا يبقى انسان شريف وانسان مخلص وانسان امين بجانب مهارته. نعمل ايه حضرتك في الاربع سنين؟ اللي عايز بيفكر بيحلم يبقى رئيس، ادينا مواصفات ساعدنا ان الناس دي تعرف تعمل ايه. والله جزء من الموضوع ده مسؤوليتي حتى. طبعا على الأقل أعمل اللي عليا في إن إحنا نجهز كوادر، مش بس على قد الرئيس، لأ، ما الرئيس لوحده ما يقدرش يعمل لوحده برضه. أنت عايزة وزراء جيدين، عايزة مسؤولين في المحافظات جيدين. كل ما الكتلة دي الكتلة القائدة للدولة كل ما تكون عظيمة كل ما النتائج بتبقى عظيمة. حضرتك فعلا بتبقى سعيد بحد يجي وتديله المسؤولية دي؟ تديله المسؤوليه، مش مسؤوليه تديله ال 95 مليون دول؟ طبعا احاول بقدر ما استطيع ان احنا فعلا يكون في مجموعه تم اعدادها وتجهيزها بشكل جيد، ونقول للناس اختاروا برضه. في فرق بين اجابات الناس احيانا وبين الواقع اللي هم بيفكروا بيه بحق. تخيلي بقى. طبعا يعني بيجاوب ايه؟ يعني ممكن يجاوب على هواكي. المصري شاطر قوي، حدق قوي، ذكي قوي. فايه انت عايزه انهي اجابه؟ غلا؟ الدنيا غلا يعني. انا مش يعني
لكن هو وهو قاعد مع نفسه صحيح بقى عشان ياخد قرار ان الراجل ده نمشيه ولا نقعد يكمل معانا، يقعد يفكر كده ويقول لك ما هو صعب، بس الحكايه دي مش هتنفع كده، بدليل ان في ناس كتير قوي لك يا عيني الله الله يكون في عونه، احنا الشيله كبيره قوي تقيله قوي. طب كيف هو بيقول الشيله تقيله؟ طب ليه تقيله طالما الامور سهله وممكن نحل المسائل؟ لا، لان هو مدرك وفاهم وعارف مقومات النجاح للدول بتيجي ازاي، بس هو معذور بقى تعبان يعني. يعني انا انسان في الاخر، فلما بجاوب بجاوب عن نفسي، لكن لما بجاوب عن الدوله لا بفكر، اجاوب عن نفسي انا تعبان. لكن اجاوب عن الدوله لا نستحمل. قول تاني. المصريين يتميزوا بايه؟ القدره على الاستيعاب حتى العقل، يعني فكر. هم شعب نبيه قوي قوي ويقدر يستوعب حاجات كتير جدا ما حدش يقدر يغيره بالمناسبه. حتى اللي هم خدوا اقوى حاجه وليها تاثير على الناس وهي الدين ما يقدروش يغيروها بيها، ما يقدروش، لكن شوشوهم او شوشوا بعضهم. نعم، حصل تشويش لبعضنا في فهمنا لديننا، وابتدى يتقدم لهم الدين بشكل على مختلف عن اللي احنا عشنا بيه، وكان اللي بقالهم 1000 سنه دول يعني في النار دلوقتي. لا طبعا. طب العيب اللي فيهم؟ عيب؟ عيب في مصريين تتمنى يتغير في طبعهم يعني. اصبروا شوي. في رئيس شايفه بتمشي على نهجه من غير ما تاخد بالك، او في رئيس مأثر فيك؟ مين اكتر رئيس اثر فيك عاصرته او سمعت عنه؟ والله الشخصيات اللي موجودة في على الأقل في الفترة اللي أنا عمري يعني كتير يعني. طب إيه لو أقول لك كل رئيس وتقول لي رأيك اللي هم معاصرين؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان شخصا وطنيا شديد الحب لبلده، ومش بس مصر، ووطنه العربي. نعم. والسادات. السادات طبعا القدر، طبعا إرادة ربنا أنه هو يعني انه يعني استشهد يعني، لكن طبعا اقول له هو حبي كان عايز يعمل مسار للاصلاح الاقتصادي، لكن هو طبعا في موضوع الحرب وموضوع السلام انا اعتبر ان هو كان سابق بدون مبالغه. يعني في سكتور بتردد الكلام ده، لكن انا بقول لا، حتى في السلام طبعا مصر كانت الحرب ازاي يا جماعه؟ مبارك. يعني أنا يعني هفضل أقول دايماً إن التحدي اللي جوه مصر أكبر من أي رئيس. جمال عبد الناصر، السادات، مبارك، مرسي، عبد الفتاح، التحدي أكبر، بس عمره ما هيبقى أكبر من المصريين. إحنا هنقدر نتغلب على اللي إحنا فيه ده كله مش برئيس، كلنا مع بعض. مين بينقل لك نبض الشارع، نبض الناس؟ مين اللي بتثق فيهم؟ لا انا بتصل بناس كتير واتكلم معاهم، والموده والمحبه اللي بيني وبينهم يسمحوا ان هم يقولوا ما شاءوا، لان انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله ان حد يقول لي الناس زعلانه من الموضوع دوت، الناس غضبانه من الموضوع دوت، فانا بسمع. دايما انا اتخيل يعني ايه رئيس بتنقله صوره غلط دي، حضرتك ازاي ممكن رئيس يقع في الفخ ابدا ده. ابدا هو لا، وقصده بيقول لك ايه مثلا؟ ما يقولكش الحاجات اللي حصلت. لا احنا مش عايزين نسمعه كلام يزعله. ايوه بتبقى كده يعني، مش عايزين نسمعه ايه كلام حاجات نحافظ على اللي هو فاهمه ده، لا المود بتاعه ان هو ما يبقاش متضايق مثلا. لا فانا لا، انا الحقيقه مش بس كده، اولا انا بدي مساحه كلام وحركه مع الزملاء، كل الزملاء، لان هو لو كان الموضوع في المسافه الكبيره بتاعت اللي تخلي المسؤول يتحسب من كلامه معايا، ممكن اوافق ان هو ممكن يقول لي كلام الى حد كبير يعني. yeah. طبعا، لكن انا المسافه قريبه جدا، اتكلم ما شئت. ما هو ان احنا نبقى الناس كلها على قلب رجل واحد وعلى راي واحد، ده مش حقيقي. ان انا اكون محل اجماع مطلق ده مش هيحصل، حتى ايام الثلاثة سبعة مش هيحصل. بس امتى الاعتراض ده يضايقك بقى؟ في فرق بين الكلام والافعال اللي تضر بالبلد. الكلام الناس بتتكلم زي ما هي عايزه،
كفايه اللي حصل السبع سنين اللي فاتوا. فاحنا مستحمله افعال. لا ما تستحملش تاني. هي احنا بنرمم نتائج اللي حصل. يعني انا يعني ده ملوش علاقه بال 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 ب 25 يناير و30 يونيو. يعني ده مش ضدهم. اللي انا بقوله ده مش قطح في 25 يناير ولا اساءه ل 25 يناير ولا اساءه ل 30 يونيو. لكن ده تجربتنا. احنا حبينا نتحرك فتحركنا 25 وتحركنا 30. ايه الحاله اللي احنا فيها دلوقتي بكلمه واحده؟ احنا في ايه؟ يعني مرحلة تثبيت الدولة في نهايتها. ولو وفقنا إن شاء الله في سيناء وبالمطلق ده إحنا ننهي الإلهاب في سيناء بالمطلق. أنا مش بقى لو أي حد متصور كده محتاج يعيد تقديره. لا إنما إحنا بنتكلم على حجم معين وحجم نوصل له. لو أنا النهاردة بتكلم على إن في إرهاب بنسبة 90% هناك لما ننزل بيه ل 10%. لا طيب طبعا 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 في دول قعدت سنين طويله تحل المساله وما حلتهاش. وعشان كده الموضوع مش على قد اجهزه قوات مسلحه وشرطه. لا ده الموضوع على قد تنميه حقيقيه لسينا. الناس اللي هناك تشعر بعد اسوه الثلاث سنين ونص ولا الاربعه اللي عدوا دول. لا بنعوض عليهم. احلامك ايه سقفها؟ لا طب الاربع سنين بلاش. الاربع سنين تكون حققت ايه؟ انا عايز اقول لك انت سالتيني سؤال بتقول لي يا ترى انت كنت تتمنى ايه؟ انا اقسم لك بالله انا كنت اتمنى يكون معايا تريليون 2 تريليون دولار توزعهم علينا؟ لا ابني بيهم بلدي. محتاجين تريليون دولار نبني البلد. يعني عشان اتمنى فعلا بتوع انا واعمل بيهم كده. والاسره اسره ايه؟ هم هيعملوا بالفلوس كلها. ما دام تقول لك هيعملوا فيهم ايه؟ احنا ولا بنتفسح ولا بنروح على ابنيك. ما بتتفسحوش يا فندم. لا كنتوا بتتفسحوا؟ يعني بسيط. ده مضايقك شويه ده حاجه. لا بني ادمين احنا. بني ادمين صحيح. مش كده ولا ايه؟ صحيح. اكيد حضرتك مش مولود رئيس جمهوريه. لا طبعا خالص. وانا مش ولا يعني ايه؟ بس يمكن اللي بيسعدك بس انه الشارع يبقى فاضي يا فندم لما بتعدي. ها؟ بيسعدك لما الشارع يبقى فاضي لما بتعدي؟ لا والله. بيبقى هو لا والله. طب ما قلتش وانا اما بحاكم مش هعمل كده ولقيت نفسك بتعمل كده. ما هتوصل ازاي في الزحمه دي؟ اولا بيعملوا لي هم كده مش انا اللي بعمل. هم اللي بيعملوا. وبعدين يقولوا لي ما احنا لو ما عملناش كده يعني هتوصل ازاي؟ هتاخد وقت كتير قوي. لا انا طبعا ما بحب. انا احب اكون مع الناس. بس مع الناس امشي واتكلم ويكلموني ويقولوا لي والله اعلم. بس هل قادر دلوقتي تعمل ده؟ لا انك تتمشي. أكتر حاجة بعاني منها إيه بقى؟ هي دي. مش قادر إن أنا مش مع الناس. كل الناس. مفيش لحظة ولادك بيجوا يقولوا لك يا بابا أنت عملت كده ليه؟ كان ممكن كده. تسمعهم ولا بتحس مالهمش دعوة بالحكاية دي دلوقتي؟ هم طبعًا بيبقوا كل همهم إن أنا ما أخدش قرارات صعبة والناس تزعل منها. فـ أقول لهم أنا عملت معاكم كده؟ نعم أنا ما كنتش بعمل معاكم كده؟ أنا كنت برضو معاهم يعني مش سهل. لا طبعا عشان يبقوا كويسين مش عشان حاجة تانية. حتى مع البنات؟ لا البنات لا. البنات يعني ده مش مجاملة للبنت وللشابة وللست. لا ده تقدير. وأنا يعني تجربتي كده. تجربتي كلها ثريه جدا فيما يخص دور الست الام. ما شفتش غير كل حاجه حلوه. فدي تجربتي. ممكن واحد يبقى ليه تجربه ثانيه قد تكون قاسيه عليه فيبقى يعني كاره مثلا. لكن انا تجربتي مش كده. والاحفاد ايه بقى؟ تتمنى لهم لما يكبروا يبقوا قد الولاد يشوفوا البلد دي عامله ازاي؟ انا مش هبقى يعني مش هبقى مبالغ في سنهم. الدنيا هتبقى غير كده خالص. طبعا طبعا بعد 20 30 سنه. لا 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 لا, لا. وانا مش بورد بقول تاني مش مبالغ. لا ان شاء الله بكره تشوف يا رب. يا رب طبعا يا رب. حضرتك كان اللي نفسك فيه؟ انا عايز اسمع نبض الناس بجد من غير تزييف.
انا جايباه تقريبا يكون زي ما هو، يعني ما حاولتش اشيل حاجه. قولي لا يعني انا مش هزعل والله خالص، انا بحلف. هو ما فيش حاجات كوارث، بس في اراء الناس اللي بتتقال دلوقتي. طب اشوف قولين يلا. هنصورها وحضرتك بتشوفها. او مال يلا وهنعرضها. وهنعرضها طبعا. ايش انتوا هترد عليها؟ حطيتي بصوره صعبه قوي. طبعا ده نبض الناس اللي حضرتك طلبته. طيب اظن مناسق شويه. ماشي اشيل ايه حضرتك؟ طب معلش قالوا لي لازم الطقطوقه، ولازم مالهم لازم الطقطوقه تتحط. لا براحتكم خالص. الخاتم ده ايه يا فندم؟ معلش انا عايزه اسال من اول لحظه قبل ما نشوف. الخاتم ده ايه معلش؟ بتعتز بيه على طول لابسه في ليه حاجه؟ لا والله ما فيش. انتوا بال انتوا مين ده؟ لا انا ملوش حاجه بتحبها. لا لا ان هو هديه من يعني حد غالي عليا قوي، ومن ساعتها والدي يعني. اداهولك ولا نشوف النبض. في حبسه هنا ولا ما تخافش؟ مفيش حبسه خالص. انت بتاعت الجلع ده بعيد عني. ابوس ايديك على الريس. لا ما حدش يعرف يتكلم. لا انت مش مصرية؟ ما اعرفش والله، يعني مش عايز اجاوب على السؤال ده. الريس؟ لا ما ينفعش. عيب عيب الريس. لا في حدود لازم نتكلم فيه. حضرتكم مين الاول؟ حضرتك في تصريح للكلام ده؟ انت من تلفزيون ايه الاول؟ مصري. يبقى بلاش تتكلمي عشان ايه ما فيش حاجه تحصل. بس الكلام ده اتزعل قوي يعني؟ لا الريس صوت ربنا 10 على 10. وصلوا صوتنا اللي احنا تعبانين. الريس فاضي ان هو يتابع برامج؟ لا اعرف اقول ولا اعيد. مش المفروض ان انا اقول؟ المفروض ان هو يعمل من نفسه. انا ما بطلبش حاجه، لان انا بقيت راجل عجوز وقربت اموت. ربنا يخليه لاولادنا واحفادنا. ما خدش اي حقوق من وانا صغير، يعني في ناس هنا بتعيش وبتموت وفاهمه ان الحقوق المفروض ان هي تتولد بيها احلام عمرها ما تحقق. والله يا سيدي كل احنا احلامنا كتير اساسا. بس قول حاجه منهم. الحمد لله. يا ابو كنت ماشي بيه ب 400 جنيه ولا 500 جنيه؟ هو دي 2000 جنيه مش عارف ماشي بيه. هو بيقول لك 2000 جنيه هو مش قادر يعيش بيه. امال المبالغ 800 جنيه؟ لو حضرتك مش مصدق انا ممكن اطلع لك مصروف. نتجوز منين ولا هنعمل ايه ولا نسكن فين ولا هنعمل ايه؟ مصروفي ما بيكفينيش دلوقتي. بتاخدي كام مصروف؟ باخد 2000 ونص. والقرآن كريم كل الجهل اللي خلقها رب المحدق العيش حافية. والسلام عليكم. وصلوا الكلام ده للرئيس الجمهورية وعايز رقم التقطيف دي. هو بيعمل أكتر من الطلبات، يعني أكتر من اللي بيطلبه الناس. الناس مش متوقعة كده. كله جاي يعني إن شاء الله في الفترة التانية هيشتغل على الإنسان، على الصحة والتعليم. يعني الصحة في الحديد خلاص، أدوية وكلوفات يطلع يقول مفيش حاجة ناقصة. هم صنفين أو ثلاثة. يصعب علينا ان احنا التاريخ بتاعنا ده كله واحنا في الوضع الحالي. الراجل لازم يبتدي من تحت بقى عشان يطلع فوق. فاز كان الفرستريشن بتاعتك من هنا كبيرة يعني. اطلب منه مشروع جديد عشان نكمل شغل. ماشي هو بيعمل اللي قدام، بس لازم يعيش الشباب الوقت الحاضر ده، يعمل لهم مستقبل. ليه؟ عمل انجازات ما حصلتش قبل كده، مستلمها خرابه. عمالين يقولوا من اول الفتره انجازات 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 وقناه السويس ومعرفش ايه، مش حاسه ان دي حاجه تمس المواطنين في حاجه. وعمل مشاريع كتيرة جدا وعمل طرق. حاجة كويسة. عمل طرق ما اسمهاش طرق، اسمها 70%. طب الفقير استفاد ايه دي؟ ايوه ما هو الحصاد جاي. احنا بنتكلم على كده. هو عامل مشاريع وعمل ايوه ما هو الحصاد جاي. الفقير على الله استفاد بايه بيها؟ انا بتكلم على السلع زي الاكل والشرب والحاجات دي، المفروض ترخص. اما بيقولوا كلام ما بيتنفس. اللحمة ب 75 جنيه. لحمة ما فيش لحمة ب 75 جنيه يا حاج. الكلام ده كذب يا حاج. الكلام ده كذب. اللحمة في الجامعة ب 85 جنيه.
ايه يابا؟ انا مش عايزك تقول عليا يا اخوان، انا ما بصليش، انا ما بصليش عشان محدش يقول عليا ده يا اخواني. القوات المسلحه على دماغنا من فوق، والرئيس ده مش وحش، انا بقول عليه كويس ماشي، بس الكلام اللي بيتقال من وراه كلام كله ما بيتنفس. الناس لازم تبقى متصرفه، احنا مشكله يمكن اخذنا على الدلع بقى لنا فتره، احنا قاعدين موظف برجع واخد مرتبي وبيقضيه وبيفيد وبحوش، ما لناش اي فتره. اما واحده زي بتربي بيوتهم ومعايا خمسه، ثلاث بنات وصبيانين وكلهم كبار وعايزين يتجوزوا، اللحمه الغاليه، الخضار الغالي، العرفه الغاليه، يعني وخص الحر شويه، الناس غلابه. الاسعار ما هي جايه واحده واحده، اتمنى من الله تزدق. فلو اكسب 200 جنيه بديهم للولايه ما بتنفعوش، بفرختين بيض ب 100 جنيه و 120 جنيه، هجيب لمؤاخذة خضار وبتاع وكلام قال لي 200 جنيه، جبتهم ازاي وازاي راحوا؟ نعدي الفترة دي، نعدي عشان الخير جاي، شفنا أيام كنا بناخد فرخاية في الشهر فرخاية، دلوقتي كل حاجة موجودة. دور عليها دور اللي هي هتزود الحاجة دي النهاردة، هات لي مقابل انا عشان يعني اواجه هذه الزياده. هم مفكرين ان التقشف اللي احنا ماشيين بيه ده ضرر، بالعكس ده اللي هيوفر خصوصا الدوله مع الايام. قول له ارحمنا شويه من الغلاء اللي احنا فيه، انا شغال سواق ب 70 جنيه عندي اربع عيال، لو عايزين تقفوا نقف. في بصه ان انت هتضحي بالاسعار نفسك شويه، بس في الاخر البلد كلها هتطلع لفوق. خلي باله بقى من بتوع المعاشات دول، يعني بتوع المعاشات دول هيعيشوا اكتر معاشهم. انا اقول له انا عاوز حق اشتغل 5% حكومه، حق اشتغل اكسب فلوس ياما. عايز فلوس كتير تعمل بيها ايه؟ تعمل بيها بالفلوس تتجوز ولا ايه؟ شكلك ثوراني. خلي الشاب يتخرج من هنا عارف هو رايح فين. بقى العام كان ده من كل ده، كان قبل ما يتخرج من الجامعه بيلاقي وظيفه، وده ما كانش وحش. دلوقتي بيتخرج ويقعد على القهوه. في شغل كتير بس الناس تدور على شغل. انا بشتغل مدرب غطس في شرم الشيخ، برضه سبت الشغل عشان الطياره اللي وقعت. شرم الشيخ غردقه من غير سياحه روسيه ملهاش اي، البلد كانها حاجة كده قلب فاضي. ولا حاجة أكتر من اللي هو عامله، هو صح كده في تعاملاته كمان، خصوصا مع الجانب الروسي وإلى آخره، مبنية على الندية والكرامة. أنا أقول إيه يا مصر؟ يا أخي مصر، عايزين مصر أحسن بلد في الدنيا. فطار مصر شغالة مصر وراها. أوه. طبعا. ليه بقى؟ عشان اللي هو محمود حنفي لازم يحب يشتغل. أنا مش بشوف إن النظام العسكري بيدرس الأمور بشكل علمي قد ما هو بيبص لل النواحي الأمنية أكتر. لو خفنا حضرتك مصر مش هتكمل ساعة. هو الجيش طبعا يعني بحس ان هو دولة لوحده، يعني هو من البلد ومن الشعب وكل حاجة، يعني ما بفضلش لان هم كمان مش متخصصين في الاقتصاد واحنا عندنا مشاكل اقتصادية. انا خدمت في القوات المسلحة 35 سنة، عمري زمن عارفين يعني ايه السيسي. البلد محتاجة علماء وفرق تشتغل على ملفات، مش شخص يشتغل على ملف. السيسي بحبه جدا وبدعي له في الفجر والله، اثق تماما في وطنيته. انا هنتخب الرئيس حد ان شاء الله حتى اخر عمر، لحد اما ان شاء الله الحل مش كنت تاكل. انا سميت السيسي ده المنحه الالهيه من الله سبحانه وتعالى عشان يحمي البلد دي. اقول يا ربنا يخلق زيه 50,000 واحد. من يوم ما مصر انشئت لغايه دلوقتي ما حدش عمل اللي انت عملته في 3 سنين. محمد علي باشا الثاني بعد 300 سنه بعد كده محمد علي بشخصيه السيسي. السيسي عايز في صدره وبوسه حبيب قلبي، ابوسه ابوسه. في اعلام مثلا مستفز جدا، يعني اللي هو التطبيل الزنا على اللزوم. انا تماما مقتنع بالشخص، اقتنع بيه، مش محتاج انك تقول لي او توجهني، فاهم؟ بس محتاجين المره دي يكون في برنامج، ده الاهم. طالما هيترشح تاني المفروض ان هو ينزل برنامج انتخابي تاني. حتى لو الرئيس اللي موجود هيفوز، وهيفوز ومعاه الاغلبيه وكل حاجه، بس التحرك ده تحريك الميه. يا جماعه في مرشح تاني، في راي تاني، في وجهه نظر تاني. مش هيمشي. هو قال لك انا عايز امشي. برضه مش هيمشي. احنا عايزين عدل، مش طالبين منه يمشي. لا نطلبه بقى، واحنا بنقول احنا هو كويس، احنا مش عارفين فيه. وايه اللي يودي في ده يا جماعه؟ يبقى كده مش هنتكلموا كلام السم. اقول ربنا يفتح الحال ويعينك على اللي انت فيه. قول الحق. ما انا بقول يا ابني قول الحق. سيبك من الاوامر. لا الحمد لله بقول الحق، الحمد لله يعلم ربنا والله. اطلب منه انه يقعد ويريحنا بقى. يقعد على الكرسي ان شاء الله المرحله الجايه ويريحنا. ولا اله الا الله، احنا عايزين ان يمشي يقعد في البلد
مام اهم شيء المام. نفسي نظام التعليم عندنا يتصلح. التعليم ده مش دلوقتي هقول للرئيس، التعليم ده كان من زمان. هو ده اللي على اساسه الاجيال اللي جايه هتبقى احسن. ان هو يحسن التعليم وما يكونش مكلف. لا التعليم ده موضوع كبير وبتاع، يعني عايز وقت وعايز سنين عشان يبتدي من الحضانه مش يبتدي من دلوقتي. والله يا البلد كويس بس في ناس مش عايزه البلد تبقى كويس. ايه حاجه انه نشوف الناس عايزه ايه. اه بعد ما نوصل نوصل صوت الناس بعد ما نوصل صلح زيرو. لا في شقاوة والبلد في تقدم والبلد مرتاحه وكفايه الامن والامان. مفيش امان. مفيش امان. اه واللي بيحصل ده دليل على الامان. لا ده امان. ايه ده؟ لا ده في الامان. إيه ده؟ الامان موجود فين يا امان؟ انت ماشي في امان ساعه ماسك البلد. الحمد لله الامان جه وخير الحمد لله. هو غلا بس مش مشكله هتعدي ان شاء الله. مصر بلد عظيمه جدا جدا وحلوه قوي قوي وفيها بركه من ربنا وربنا يحافظ عليها ان شاء الله. متصورك يا حاج. متصور. طب مش بتتمنى ايه؟ قول لي حاجه حلم كده تحلمه. اتمنى من ربنا يستر. امين يا رب. انا يعني انا بشكرك طبعا على الجهد ده. بشكرك انك اتفرجت. لا ليه؟ يعني والله يعني انا كنت مش هقول يعني عايز اسمع ده او ما كنتش فاكر الموقف كده. لا 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 طبعا. بس انا في نقطه واحده فقط هي اللي انا واقف عندها، اللي هي دي اللي انا عايز اكد عليها وهشتغل عليها، اللي هي موضوع الامن والامان. الامان اللي هو ان المواطن متهيئ له ان هو في حد رقيب على كلامه، وانا مش بقول كلام يعني. لا حضرتك طالما شفت ده واللي انت بتقدر لا لا يعني اقصد اقول ان هو اوعى تصور ان انا بقوله دلوقتي ده يعني سياسه برد عليه لا لا انت تتكلم زي ما انت عايز. ما عنديش اي مشكله، مش ما عنديش اي مشكله، والمفروض ما يبقاش فيها مشكله عند اي حد في الكلام. هي المشكله كلها في ايه؟ احنا وده مش معناه انك انت ما تتكلمش برضه، لكن فكر كويس قوي في كل كلمه. مش عشان ما تقولهاش لنفسك، لانك انت اللي هتقوله انت هتصدقه بعد كده. لو انت قلت ان مفيش امل مفيش امل مفيش امل، انت هتعيش ان مفيش امل. ولو قلت ان بيتم يعني الامن بياخد الناس وكلام من هذا القبيل وقعدت ترددها، هتعيش على ان ده ان في حاله في مصر بتمنع الناس انها تتكلم براحتها. والحقيقه ده مش موجود يعني، او على الاقل مفيش توجيه بكده خالص. لكن انا النقطه اللي انتبهت لها ان انت من التلفزيون، طب ما تتكلميش بقى، انت مش ليه تعودوا على كده؟ اتعودنا على كده. لا 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 لا, لا. انا بتكلم وبرده مش بقول الكلام ده للاستهلاك المحلي زي ما بيقولوا. لا ده كلام مش مظبوط. الكلام ده كلام مش مظبوط. لا ناس حره تماما في كل ارائها وكل تصرفاتها. اللي مش حريه فيه بس انها تقوم تاذي البلد بعمل عنيف. يعني كتير من اللي اتكلموا هنا مثلا محدش لام نفسه، محدش قال ايه انا عندي 5 عيال ومش عارف اكلهم. طب انت وانت بتجيب ال5 اولاد كنت عارف انك هتقدر تاكلهم ولا لا؟ ولا حد هياكلهم لك؟ انت قلت كلام صعب وانا استحملته. طب هتستحمله من جانبي انا الكلام الحقيقي؟ انا النهارده حد من النبي اللي كان بيقول ايه انا ما يهمنيش غير المام. لا للبني ادم اللي انت هتخلفه مش المام بس بيعيش بيه، انت هتربيه ازاي وهتعلمه ازاي مش هتاكله ازاي. طب انا عايز اتصور بس اي حد من اللي كان بيتكلم بشكل مش مريح وبيقول انا تعبان وانت ما عملتليش حاجه، اقول له طب لو انت الاموبه البوتاجاز تعرف ان هي بتكلف 130 جنيه والدوله بتدارك ب 30، ادتك كام الدوله في الانبوبه؟ 100 جنيه. طيب لو انا جيت قلت لك النهارده ان الوقود حتى بعد كل اللي احنا عملناه فيه ده الدوله بتحط حوالي 40-50% من ثمنه، السولار والبنزين 80، لو انا النهارده اديت لك بثمنه الحقيقي والكهرباء بثمنها الحقيقي ارقام تانية خالص غير اللي احنا فيها. اي حد من اللي كان بيتكلم ده عنده بطاقه تموين؟ عنده بطاقه تموين؟ عنده بطاقه تموين. طيب من سنتين
وشويه كانوا 15 جنيه على البطاقه 15 جنيه. النهارده الاربعه اول اربعه بياخدوا 50 يعني 200 جنيه اللي اداهولك مش انا مصر. لما النهارده نتكلم على 700 800 الف على الاقل وحده سكنيه اسكان اجتماعي، يعني كل مواطن كان نفسه ان هو ياخد سكن كويس. هل النهارده لما اعمل ده ل 700 الف او لمليون يعني 5 مليون يبقى انا ما اهتمتش بالقطاع ده؟ هل النهارده لما ندخل اكتر من 1750 الف يعني نقول 2 مليون مواطن او مواطنه ظروفهم صعبه في برنامج تكافل وكرامه، هل ده مصر سابتك تقابل الظروف الصعبه لوحدك ولا وقفت جنبك؟ طبعا المعاشات احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا حجم الزياده اللي احنا قدمناها، بس لا تقارن ولن تقارن بحجم المطالب اللي في ناس سعيده قوي بمعاش السيسي كانوا بيقولوها، وفي ناس ماله بس هم يعني حسب ظروفه بقى. لو راجل يعني مريض بيجيب علاج فهتبص تلاقي الكلام ده كله ضايع في علاج. يعني بقدر الامكان بنحاول ان احنا يعني الاجراءات اللي بتعملها ما تبقاش تكسر ظهر المواطن، هي تتعبه لكن ما تكسرش ظهره. طيب لما جيت النهارده مثلا مواطن كان مكسور ظهره او مكسور خاطره على ابن او بنت او زوجه او حتى على الراجل رب الاسره وعنده بقى له سنين طويله فيروس سي، وحتى مخبيين على الناس عشان الحاجه دي كانت بيخبوها الناس من الحرج يعني، ونحن النهارده كل قوائم الانتظار بتاعتنا نخلصها. مين اللي خلص ده؟ انا؟ لا مصر. الصحه دلوقتي انا بقول لكل نعمل المستشفيات ونقول للجمعيات المجتمع المدني خشوا خدوا انتوا، انا عملت لكم مستشفى وعملت لكم وجهزتها لكم كويس، خشوا انتوا من خلال كمجتمع مدني خشوا ديروا انتوا المستشفى. حد كان بيكلمني من كام يوم فبيقول لي ايه القوات المسلحه اقتصادها كبير، قلت له طب كويس تفتكر كام الناتج المحلي بتاع مصر؟ 4.3 تريليون. تفتكر اقتصاد القوات المسلحه كام؟ قلت له قول. انا بقولها دلوقتي ليه؟ عشان حد قال الكلمه ديت وسمعتها من حد من اللي حضرتك بتقولي عليهم بتسمع من الناس ولا لا؟ فقال لي قلت له قول. قال لي يعني 50%. قلت له 50. طب انا هقول للمصريين لو اقتصاد القوات المسلحه 50% انا اتباهى واقول انا، لان القوات المسلحه حكومه انا بعمل القوات المسلحه بتعمل 2 تريليون في السنه، ده كلام مش مظبوط خالص. ما تاخدش المعلومه كده وترددها من غير ما تفكر فيها كويس. بقول تاني انا بتكلم في 2% 3% لا 10 ولا 15 ولا 20 ولا 50. احنا بنروح داخلين في قطاع زي المواد الغذائيه بنسبه بسيطه جدا نظبط بها السوق، ننزل فراخ عشان نهدي السعر شوي، ننزل لحوم عشان نهدي السعر شوي، وده إجراء أنا قلت للجيش هتعمله. طب هو بيت الأمور إدارة عمل، إدارة أنا النهاردة عايز الكوبري ده بدل ما يقعد في 4 سنين و5 سنين يتعمل في 6 شهور وسنة. هل ده مش لصالحنا كلنا إن إحنا نخلي مشاريعنا في خلال 3-4 سنين دول نغير شكل مصر؟ هو النهاردة المواطن اللي كان بيتحرك عبر مزلقة يعني يتعرض للخطر أو يقعد نص ساعة أو ساعة قبل ما يعدي أخليه يتحرك في 5 دقايق، أنا ما اديتلوش؟ مش أنا اديته، مصر ما اديتلوش؟ لا اديته. أو ما اديتلكش رغيف عيش صحيح، لكن هي ريحت وحسنت كتير من نمط حياتك اللي أنت فيه، سواء راكب ميكروباص أو راكب عربية أو راكب أوتوبيس أو أي حاجة. يعني في شاب من الشباب بيقول إيه، أنا عندي 18 سنة وبحلم إمتى؟ ده كل اللي بيتعمل ده عشانك انت على نهون ابو 18 سنه. لو كنا جرينا النهارده على اليوم بتاع النهارده اللي هو ان احنا نحل مساله النهارده بس وبعدين نسيب بكره كنا ممكن نبقى العمليه اسهل من كده شويه، لكن مفيش بكره. بكره ده جاي واحنا مش هنكون موجودين فيه، يقول لك ضيعونا. ضيعنا كنا بنقول عليه وطني وبيحب بلده، اتاريه هو كان مغمينا وبيضحك علينا والبلد هتخرب. فكان لابد احنا عشان نعمل ده ان احنا نعمل شغل كتير جدا جدا. هو مش طرف يعني، مش انا كان عندي بنيه اساسيه 10/10 وانا خليتها 20/10. انا كان عندي بنيه اساسيه متواضعه جدا وانا بستخدم تعبيرات
مهذبة ومنضبطة، لكن هي مش كده. ما فيش بنية أساسية يا جماعة. التعليم الحقيقي غايب بقاله سنين طويلة قوي قوي قوي، يعني أكتر من 30 سنة بس، عشان ما نظلمش أي حد. التعليم اللي أنا مصر بيه دلوقتي إن أنا لا يمكن في الجامعة، الجامعات الجديدة كلها حتى جامعات الحكومة مش قابل أبدا إن هي يعني، وده قرار يعني، إن هي تشتغل بتوأمة مع أحسن 50 جامعة في العالم. هم عشان يعملوا الكلام ده معاكي هيضطروا يراجعوا المناهج ويقيموا الطلبة ويقيموا الاختبارات ويبقوا معانا. فده خطوة في إن التعليم الجامعي يبقى يتحسن. طب هيتحسن لكل الناس؟ لا، للجامعات الجديدة اللي احنا بنعملها. طب القديمة بنعمل فيها ايه؟ بنعدين في برامج نحسن فيها. بيخش تعليم ابتدائي قد ايه؟ ملايين يعني كل سنة. فعشان تعملي تعليم بالجودة ديت، حضانة بالجودة ديت للعدد ده كله ببلاش يعني، من غير فلوس. الدستور بيفرض علينا كده، الدستور بيفرض علينا كده. ده مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن احنا ممكن نقن الموضوع، نقول ايه؟ طب احنا ممكن لكم طفل؟ لطفل ولا الاثنين؟ طب لكم مرة نجاح؟ طب لو أثر نكمل معاه، ولا اللي أثر فيه يدفع ثمنه؟ يعني في كلام كتير لكن احنا برنامجنا هنطلقه السنة الجاية أو السنة دي، اللي هو بتاع الإصلاح التعليم، وهيستمر 14 سنة عقبال ما نجد نتاج حقيقي للي احنا بنتكلم فيه. نعم، الممارسة الديمقراطية. وبيقول يعني احنا كنا عايزين نحس، عارف ان هو اللي هينجح، بس كنا عايزين حد يبقى موجود معاه كده. وماله انا بس عايز اقول لهم على حاجة، يعني انتوا بتكلموني في موضوع انا ماليش ذنب فيه خالص، صحيح يعني، والله العظيم انا بحلف بالله العظيم، انا كنت اتمنى ان يكون موجود معانا واحد واثنين وثلاثة وعشرة من افاضل الناس وتختاروا زي ما انتوا عايزين. وايه اللي حصل؟ احنا لسه مش جاهزين. مش عيب يعني، ما هو يعني ما احنا بنقول الاحزاب اكتر من 100 حزب. طب في قدموا حد كتير او قدموا حد؟ اهم حاجه في الاعلام ان هو بقى مدرك تماما حجم القضيه، قضيه مصر في كل الاتجاهات، وده محتاج جهد كبير جدا واعداد كبير قوي من اللي هيطلع يقابل الناس ويتكلم معاهم. هيطلع يكلمهم ويقول لهم، يقول لهم ايه؟ إن ما كانش عنده خلفية قوية عن الواقع اللي موجود في مصر والتحديات والحل بتاعها، وكمان يستضيف ناس متخصصة متعلمة جدا تتناول المسائل بشكل علمي. وبصراحة عايز أقول لك بقى، مش معقول أنا كل يوم هطلع أقعد قدام التلفزيون، مش أنا مفهوم بس لا يعني بكلم كإنسان إعلامي، كل يوم أطلع أقعد 5 ساعات أو 4 ساعات، حاولي كل يوم، حاولي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يعني. طبعا يطلع يا سيدي احسن تقول مش عايز يطلعنا، لكن ما فيش حد يقدر يطلع كل يوم. لا تقول مش عايز يطلعنا، يقول مش عايز يطلعنا، لا يا سيدي اطلع، اطلعوا له اللي انتوا عايزينه، اللي هو ربنا المطلع يعني. لكن ده مش صح، ما فيش حاجه اسمها كل يوم حد يطلع يتكلم لمده 3 ساعات. هيقول ايه كل يوم لمده سنه؟ الموضوع خلصت. فندور بقى على مش عارف راجل عمل ايه، حد مش عارف اذى ايه، طفله كلام بقى يعني ما يعكس مجتمعنا وما يليقش، وموجود في كل العصور، وما يصحش ان احنا حتى لو في عندنا عوار يبقى نقدم نفسنا على ان احنا كده مصر بشعبها كده وناسها كده، والراجل مش عارف عمل ايه في ايه لا يعني هيعمل ايه؟ طيب هيجيب منين؟ إيه؟ عايزين نسبه مشاهده وعايزين اعلانات وبتاع عشان الناس تفقدها. احنا هناخد اعلى نسبه مشاهده هنا، ما هي مره برضه لو كل يوم الناس هتزهق، لو كل يوم انا هطلع اكلمه ناس تزهق. اللي انتوا اتكلمتوا فيه ده مشاكل مصر، كل اللي اتكلم فيه ده تعليم، صحه، اسكان، مرتبات، دخل، اسعار، هي دي مصر. من امتى حضرتك وهي كده؟ يعني انا هقول ايه؟ هقول لغايه يعني في الخمسينات كان في ناس برضو بسيطه وظروفها صعبه، لكن البلد كدوله كان اقتصادها كويس يعني، وفترة لغاية 62. ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجتين واحنا بنقولهم، وارجو ان محدش يفتكر ان انا بعمل اسقاط على حد ابدا. تمام. اذا كنا عايزين نعرف حكايتنا، 62 دخلنا اليمن. دخلنا اليمن وقعدنا تقريبا 4-5 سنين هناك. ده الغطاء الذهب بتاع كل الفلوس، الجنيه المصري راحت في الحرب ديت.
واحنا دوله ما عندهاش القدره، بدليل ان ايام في الوقت دوت كانت الدولار ب 30 قرش و 35 قرش، فده لغايه 67. 67 بقى كان الموضوع تاني خالص. الضرب بقى دخلنا في ازمه كبيره جدا جدا، ومحتاجه للتغلب عليها او تجاوزها ارقام هائله مش موجوده. وبالمناسبه الارقام ديت اللي هي اعاده بناء الجيش ثم الحروب اللي تمت في الفتره ديت من 67 لغايه 73، حرب الاستنزاف والكلام ده كله، ده عباره عن الطلقه اللي بتضرب ديت دي بفلوس. يعني مثلا لو احنا النهارده بقى لنا 30 في سينا، العربيه اللي بتمشي دي بتمشي بفلوس، البني ادم اللي راكبها ده بياخد فلوس بغض النظر عن هو مواطن بياخد حاجات بسيطه جدا، الجندي او الصف ظابط او ظابط، لكن في الاخر هو لازم يتقاضى حاجه. من 67 كانت اللي هي الضربه اللي هي هزت الاقتصاد، والبلد اتجمدت من 67 لتقريبا 77 طبعا، لان احنا عدنا لا صوت يعلو فوق صوت المعركه في الفتره ديت، وبالتالي الناس سكتت واستحملت وصبرت، وده المصريين عشان الارض ونستعيدها، وتحملوا كل شيء وتحملوا كل شيء. طبعا 77 خلاص عملنا السلام، فاختلفنا مع الاشقاء ما اتفقناش، فماش حد يساعد. وانت كنت عايز بقى تعمل تطوير للبنيه الاساسيه بتاعتك وتستعيد الواقع اللي كان موجود قبل كده، والتطور بتاع الدوله يمشي، عدد السكان بيزيد، المطالب بتاعت التقدم والحضاره بتزيد، فانت لازم تمشي كمان، تمشي معاها، لما تتاخر تبقى يحصل جمود. فما عملناش حاجه ده غصب عننا، مش عشان عيب لعيب في عبد الناصر ولا عيب في السادات، مفهوم خالص ابدا، هو الظروف كانت كده. الظروف كانت كده، الدوله تعثرت 10 سنين، وقفت 10 سنين، لكن المجتمع ما وقفش، المجتمع بينمو، والمجتمع حاجاته مطلوبه، عايز اسكان، عايز مدرسه، عايز مستشفى، عايز يشتغل. التراكمات دي كلها بالكامل ابتدت تبقى مشكله لمصر. ارجو ان وانا بتكلم في ده محدش يقول لي يا فندم انت بتقول لنا، احنا بنقول لك عايزين ناكل، انت بتدخلني في المواضيع دي ليه؟ لا، دي بلدنا كلنا، ولازم نهتم بيها كلنا، ولازم نعرف ظروفها كلنا، ولازم نبقى عارفين تحدياتها كلنا، لان احنا لما هنعرف هنقدر نقف قدام التحديات دي وهنتغلب عليها. وخلي بالكم، افتكروا كويس ان كل تحدي من اللي احنا اتكلمنا فيه ده، احنا مصر اتغلبنا عليه، كهرباء اتغلبنا عليه، غاز اتغلبنا عليه، دولار مش موجود، خلاص مفيش كلام من ده. انت بتطلب مني ان انا اقول لك على الامل ده، انت شايف الامل اللي انا بقول عليه ده، خطوات انتوا عبرتوها بنجاح، مش انا عبرتها بنجاح، لا طبعا، مصر وشعبها عبر التحديات دي كلها بالكامل بنجاح. ايه الحاجه اللي تخليك تقول مش نازل خلاص، مش لاعب اللعب؟ هما طبعا، هما الاول، هما الاخر. لو الشعب بقى الحاجه وقلنا تحب سيرتك تبقى ازاي؟ عند ربنا. بس معلش الناس هتقول ده كان عند ربنا، ربنا هو اللي يعني مسيطر على قلوب الناس وعقولها. عبد الفتاح الانسان، انسان زيكم زي كل اللي في الشارع، ولا رئيس الجمهوريه فخامه الرئيس؟ لا، هو الانسان ده جميل، انسان عادي خالص بسيط، مش عايز حاجه غير انه بيحلم لبلده ونفسه يشوفها حلوه. لازم تكونوا عارفين ان انا ما اعرفش غير العمل والعمل والعمل. لازم